مع الأسف المواطن العربي المسلم، وأسطر على كلمة المسلم، يعيش تذبذبا بين الدين والتدين، فسوء فهمه للدين يؤثر سلبا على فهمه للتدين. حين يمارس التدين يصطدم بواقع آخر، حينما يمارس التدين يجد نفسه أمام قراءات متعددة للتدين، وبالتالي يجوز أو يمكن القول أنه يجد نفسه أمام إسلامات متعددة حسب كل وحسب كل فهم وحسب كل تحليل أو تأويل. وهذا يصنع من الشاب طاقة جارفة، طاقة تحتاج إلى من يؤطرها. حينما يعود إلى الوجهة الأخرى ويعود إلى الآخر، لا أريد أن أقول الغرب، ويقرأ عن القيم ويشاهد القيم الغربية معيشة في الواقع، ويشاهد المواطنة بنفس آخر وبنكهة أخرى وبكيمياء أخرى، يجد أن من هو أولى بتلك الأخلاق وبتلك المواطنة؟ المسلم. لما يستمع إلى خطابات العلماء وخطابات التدين يجد أن العالم ينظر، ولكنه في أرض الواقع الشاب يجد شيئا آخر. وبالتالي يطرح السؤال: هل أخطأ الإسلام أم أخطأ الإنسان؟ فيذهب مباشرة إلى الفرضية الثانية وهي الخاطئة بطبيعة الحال، ليست علمية، فيقول أخطأ الإسلام. فحينما يبحث عن الإسلام يجده في الغرب، وحينما يبحث عن هويته لا معنى لها، وبالتالي تجده غربيا في التفكير وغربيا في هذا الإسلام الممزق والمجزأر، ويبحث عن ذاته ويبحث عن هويته، ويعادي الدين ويعادي حتى التدين في أبهى مظاهره وتجلياته.